بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة الوزارة بذلت جهود استثنائية، وخاصة أمانة واحد تحدث بها السيد الوزير كان له دور كبير في عملية الاستعداد لهذا المعرض وما يحصل به من تطور على مستوى أولا دول المشاركة، ثانيا البنى التحتية. الآن نشوف المعرض تغير على مستوى الحدائق العامة، على مستوى الأجنحة، على مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين، على المستوى الدخول والخروج من المعرض. حقيقة وزارة التجارة استنفرت كل جهودها منذ ما يقارب أشهر، وكانت لها لمسات في كل زاوية من زوايا المعرض. أردنا من خلال هذا الاهتمام والمتابعة أن نبعث رسالة للعالم بأن العراق لا زال حي، وهو لاعب اقتصادي مهم قادر على استدراج واحتواء الشركات والدول، وبالتالي نجحنا باستقطاب 20 دولة وأكثر من 850 شركة تمثل القطاعات الخاص العراقي والمحلي والدولي. تمام، خلينا نتحدث عن المحلي. نعم. القطاع العام والخاص المشاركين هنا، أنا قضية اختيار والتنوع ما بين ما موجود داخل معرض بغداد، هل هو شامل لكل شيء؟ يعني اليوم العائله العراقيه عندما تزور معرض بغداد الدولي تشوف كل شيء متواجد داخل المعرض. العراق يشارك بالقطاع الخاص العراقي، يشارك 256 شركه، ما بين اغلبها شنو هاي الشركات؟ شركات تصدير اللي هي الصادرات تمثل الشركات المصدره العراقيه، فضلا عن تصنيع يعني تابعة إلى وزارة الصناعة؟ لا، شركات قطاع خاص عراقي. بالتالي شركات القطاع الخاص تشارك بقوة، وأيضا شركات وزارة الصناعة تشارك هي الأخرى بقوة. إحنا من خلال دمج الشركات المحلية مع الشركات العالمية نسعى بهذا الاتجاه إلى تحقيق شراكات حقيقية بين القطاع الخاص العراقي والقطاع الخاص الدولي. طيب أستاذ محمد، يعني أخيرا هذه المعارض وما بعدها يكون كل سنة أكو تخطيط، أكو تجديد، أكو أنه نبحث عن ما ينفع البلد من خلال تجارب معينة في دول أخرى لاحظتوها؟ اللي شوف المعارض دائما تستدرج الشركات الكبرى، والمعارض دائما تنقل لك الخبرات في دول، وتنقل ما وصلت إليه الصناعات في مجال الاقتصاد، صناعة، زراعة، تكنولوجيا، المعلومات، المال، الاقتصاد، الأعمال. هذا تخليك أمام ما يحصل بالعالم، التطورات أمامك أنت، وبالتالي تستفيد الجهات العراقية من هذه. فضلا على أنه خطتنا إحنا حقيقة كوزارة التجارة نسعى إلى أن يكون معرض بغداد في منطقة أخرى خارج مركز العاصمة، وبوسائل أكثر تطور وأكثر حداثة، ونبني مدينة صناعية متكاملة أو مدينة معرضية متكاملة. أعتقد إحنا باتجاه البحث عن منطقة في منطقة بوريب، لدينا أراضي تابعة لوزارة التجارة، وندرس أيضا موضوع إنشاء أو استحداث معرض بغداد الدولي في هذه المنطقة، أولا كي نساهم بجمالية هذه المنطقة، فضلا عن معرض يأخذ في نظر الاعتبار كل ما يحصل بالعالم تطورات في مجال المعارض. وأيضا ممكن أنه يكون من عندما يكون بأطراف بغداد ممكن أيضا يساعد على عملية تنقل وما يسبب زخم. بالضبط، هو احنا المشكلة الآن المواطن يتعرض لها الازدحامات الموجودة في منطقة المنصور في بغداد اللي هي نقطة تواجد المعرض، يعتقد هاي معرقلات. احنا ويا كل العالم المعرض تكون خارج المدن، لأن يعني تفسح المجال للآخر لأن يزورون راحة. التوجه الوزارة إن شاء الله المعرض في دورة القادمة أو الدورات المقبلة هذا موضوع دراسة وتخطيط من قبل الجهات مختصة في المعرض ووزارة التجارة. حياك الله.